سماح أبو عم شامس وكان بيت حنون والدة الطفل انشرح المدني. أنا أم كمريضة سرطان وطلقت من 2011 بسبب إنه انشرح مريضة بالسرطان. هو وقف تحويلات على أساس بدوش انشرح تسافر. يعني لما أنا ما أقدرش أشتري الأولاد دجاجة أو فيش عليك مهبة، أنا مربية 3-4 دجاجات عتاقي إن هم ببيضوا بنلاقي منهم الأكل، غير هيك ما بنقدر. 4 دجاجات عتاقي اللي بتعمل مع الخبز مع كابونة الوكالة. صحيح، وانا اللي انا اللي باجيهم، انا اللي بطلب، انا بنظفهم بطعمين للاولاد وبشوي لهم اياهم رجلين الجن. ولما انا بنظفهم بطعمين اياهم بقعدوا يصيحوا الاولاد. طب انا مش قدرت، انا من وين بدي اجيب مصاري ان انا اصرف على الاولاد؟ يعني هذا البنك قاسمهم مكفيهم لانه كمرضى، احنا مرضى. لما انا بدي اروح للشؤون الاجتماعيه اقول لهم انا بقدم، بس انا بدي الشكل يزيد. يعني انا كل 4 اشهر باخذ 1000 شيكل، ولا بكفوا علاجات ولا بكفوا اكل ولا بكفوا شرب ولا بكفوا ملابس ولا شيء. يعني هاي جايهم كسوه مدرسه، مش قادر اشتريهم. يعني اوعي على الدار والله اللي اهدمهم بخمس جن اوعيهم ومش ملاقي غيرات لهم، وضع صعب جدا. نفسي تكون تجي تقرب علينا عشان ننفخ الفرشة. تمام، ايش نفسك كمان يا عم؟ تكون انا مكير. وايش كمان؟ الله يسلمك.